شهر شعبان هو مقدمة لشهر رمضان يستعد الناس فيه للدخول في ضيافة الله. فمثلا لو دعاكم أحدهم إلى بيته لأجريتم بعض التغييرات والمقدمات التحضيرية كتغيير نوع الملابس وحتى طريقة الكلام والسلوك. وشهر شعبان هو كذلك، لأنه الشهر الذي يجب أن نهيئ أنفسنا فيه للدخول إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى. وخير طريقة لذلك هي المناجاة الشعبانية، وهي من الأدعية التي كانوا أئمتنا عليهم السلام يواظبون عليها في مثل هذه الليالي، لأن المناجاة الشعبانية هي إعداد الجميع لضيافة الله عز وجل. ختام حفلنا المتواضع هذا يلقي المناجاة الشعبانية الحاج أبو مصطفى التركماني، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، وما أريد أن أبدئ به من منطقي واتقوه به من طلبتي، وأرجوه لعقابتي وأرجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، فما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيدي غيرك زيادتي ونقصي، ونفعي وضري إلهي، إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل إن تجود علي بفضل ساعتك. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكل عليك، فقلت ما أنت أهلك
وتغمدتني بعفوك إلهي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا أجلي ولم يدرني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها، إن لم تغفر لها. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف أيأس من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت تولني إلى الجميل في حياتي. إلهي تولى من أمر ما أنت أهلك، وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهلك. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الآخرة. إن لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط أملي، وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذرك، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر عليه المسيئون. إلهي فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي، ولا تخيب ظني، ولا تقطع من فضلك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني لم تهدمني، ولو أردت فضيحتي لم تعافيني. إلهي ما أظنك تردني في حاجتي، قد أفنيت عمري في طلبها. إلهي ما أظنك تردني من حاجة، قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا، ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي
أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك، وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اعتزازي بك وركوني. إلهي لا سبيل سخطيك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك، قائم بين يديك، متوسل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. إلهي إن لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلى في وقتي أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون وكما أردت أن أكون كنت، فشكرك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلهي أنظر إلي نظرا من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا قريبا لا يبعد عن المغتر بك، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابك. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقته، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا بقربة منك حقه. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير معلوم. إلهي إن من انتهج بك لمستنبرون، وإن من
اعتصم بك لمستجير، وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك، والمثواي الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة ونصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم صلت علي حسن ظني قنوت الإياس، ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك، فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حططني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم لذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك.
إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل.